فتين مطلب. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفتاه. فحينئذ نقول إن تحريك الشفتين هو لازم لمعية الله سبحانه وتعالى، فإن معية الله جل وعلا لا تكون مع الإنسان إلا مع حضور تحريك الشفتين. أما بالنسبة للذكر القلبي، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فيكون في ذلك هو مقام حمد لا مقام تحصين، ويلحق القلب من الطمأنينة بمقدار حضور القلب. أما بالنسبة للحماية والحرز وتحقق التعبد في ذلك في أبواب الصلاة وإسقاطها، فإن ذلك لا يكون إلا بتحريك الشفتين، وهذا ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أصحابه. لهذا نقول: من قرأ بقلبه الفاتحة في صلاته ولم يحرك شفتيه فصلاته باطلة، يعني فيما وجب عليه.